عليكم متابعينا واهلا ومرحبا بكم في الحلقه الاولى من برنامج عياده الايام. هذا البرنامج ياتيكم اسبوعيا الساعه 8 مساء على قناه الايام، راح اكون انا وياكم الدكتوره نور محمد علي طبيبه اختصاص، راح نستضيف خلال هذا البرنامج مسؤولين من وزاره الصحه حتى نتعرف على الواقع الصحي خلال وزاره الصحه، واضافه لمناشداتكم واي سؤال يخص وزاره الصحه. أيضا خلال هذا البرنامج راح نستضيف أطباء مختصين من كافة الاختصاصات، إضافة لأطباء استشاريين أيضا للاستفسار عن أي سؤال طبي في موضوع معين. أهلا بكم، والآن نروح فاصل ونرجع وياكم. حلقتنا اليوم مميزة بحضور معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي، اللي حرص على حضور الحلقة الأولى من البرنامج وذلك الاهتمام الكبير بشؤون المواطنين. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. دكتور، أشهر قليلة ومنجزات كبيرة لوزارة الصحة لاحظناها وشهدناها خلال الأيام السابقة، يا ريت تتحدث لنا حضرتك حول هذا الموضوع وكيف سيؤدي إلى تحسين الواقع الصحي في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا جزيلا لقناة الأيام ولحضرتك، وإن شاء الله هذا البرنامج موفق وإن شاء الله يساهم في رفع الوعي الصحي إن شاء الله وتعزيز الصحة لدى المواطن العراقي. طبعا احنا في حكومتنا الحالية، حكومة السيد محمد الشياع السوداني، ضمن البرنامج الحكومي الأولوية الأولى للخدمات، وعلى رأس هذه الأولوية هي الخدمات الصحية، ودولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الحقيقة داعم كبير ل تطوير والنهوض بالخدمات الصحية في العراق. والخدمات الصحية خدمات متعددة ومستويات متعددة، لكن خلال هذه الفترة ومن ضمن البرنامج الحكومي عملنا على النقطة الأولى وهي إعادة تأهيل المؤسسات الصحية. من المعروف أن مؤسساتنا الصحية على الإطلاق مؤسسات قديمة عدا المستشفيات الستة التي أنجزت حديثا، وهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة قد تكون أكثر من 10 سنوات إلى 15 سنة لم تشهد أي نوع من التأهيل الجدي والحقيقي. لذلك عند مراجعة المرضى والمراجعين إلى هذه المؤسسات، الخدمات الأساسية كالحمامات وشكل الردها ونظافتها وإلى آخره غير متوفرة. فانطلق هذا البرنامج هو إعادة تأهيل المؤسسات، ابتدأنا بالكاظمية ومستشفى الكندي ومستشفى ابن البلدي، وهذه كانت المرحلة الأولى. احنا الآن على أبواب المرحلة الثانية، وقد نباشر خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع اللي بعده اللي تشمل اليرموك والكرامة ومستشفى السيد الصدر شهيد الصدر ومستشفى فاطمة الزهراء في الرصافة، 4 مستشفيات، ونستمر في محافظة بغداد وكذلك في المحافظات. الآن احنا على أبواب الإعلان عن تأهيل 10 مستشفيات في كل محافظة مستشفى، مستشفيات ماروبيني اللي هي المستشفيات التعليمية اللي موجودة في الديوانية، موجودة في السماوة، موجودة في الناصرية، موجودة في العمارة، موجودة في الكوت، موجودة في عدد غير قليل من محافظاتنا في الأنبار. هذه المؤسسات هي مؤسسات بنيت في الثمانينات بحاجة إلى إعادة تأهيل جدي، مرصود الأموال بالموازنة، كافة المتطلبات أكملت وإن شاء الله يتم الشروع بها قريبا. المستشفيات الكبيرة المتلكية هناك أكثر من 45 مستشفى، هذه المستشفيات قسم منها تمويل لوزارة الصحة عن طريق وزارة الصحة، القسم الآخر عن طريق مجالس المحافظات وبالأخص مجلس محافظة بغداد أو محافظة بغداد ومحافظة البصرة، و3 مستشفيات لوزارة التعليم العالي. لجنة الأمر الديواني 45 جادة وقدمت كل التسهيلات والدعم للشركات المنفذة من أجل إكمال هذه المشاريع، وشاهدنا الثمرة الأولى هو افتتاح مستشفى البصرة، وإن شاء الله قريبا خلال هذه الأيام مستشفى ميسان تم إكماله وبحاجة إلى افتتاح. استمرارية هذا المشروع، لدينا مشروع لإنشاء مراكز صحية خلال عام 2024 موزعة على كل محافظة العراق، وكذلك 15 مستشفى
هذه المستشفيات توزع على الأغذية في المحافظات 16 عفوا، هذه أيضا متطلباتها قريب أن تكتمل ويتم الشروع بها، وتم رصد مبلغ من المال لها خلال هذا العام، والشروع بها يتم خلال هذا العام. هذا الموضوع الأول اللي يشمل المؤسسات الصحية وبنيتها التحتية وتحديثها. الجانب الثاني المهم هو كيفية تحسين أداء المؤسسة العامة والشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية. الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية معنية باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعتمد اعتماد كبير على الأموال المرصودة لها. نظام العمل بها غير واضح. طبعا وضعنا نظام عمل جديد، بدأنا بإنجاز هذا العمل، ولأول مرة في تاريخ هذه الشركة منذ 10 إلى 15 سنة يتم توقيع كافة عقود الأدوية خلال النصف الأول من السنة. احنا الآن اكو بعض العقود هي من 22 لحد الآن متلكئة، لا احنا اكملنا العقود الخاصة بتجهيز الأدوية لعام 24. إعادة النظام هي ليست قضية سهلة، هي قضية صعبة ويحتاج لها ترتيب أولويات. أتوقع أداء الشركة إذا استمرنا بهذا النظام وهذا التنظيم وتوزيع الأدوار وتوزيع الأولويات أيضا خلال السنوات تتقدم، السنوات القادمة تتقدم، يتقدم عمل الشركة تدريجيا للغرض وضع نظام حقيقي لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة. الحديث الحقيقة طويل والمشاريع كثيرة، لكن لا يفوتني أن أذكر وأتوجه بالشكر من خلال البرنامج إلى دولة رئيس الوزراء وإلى مجلس الوزراء لدعم الكبير لهذا المشروع الذي سوف أتحدث عنه. احنا منذ عام 1990 لغاية قبل شهر من الآن لم يكن هناك أي سيطرة على أدوية القطاع الخاص، قطاع الخاص الدوائي قطاع فوضوي، كثير من الاستيرادات هي غير رسمية داخلة بشكل غير رسمي، نسبة من الأدوية تكاد تكون 25 إلى 30% أدوية غير مفحوصة ما داخلة بشكل رسمي. أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات ونظم عمل السوق الدوائي، وهذا أيضا مقرون بمشروع لوزارة الصحة بتسعير الأدوية بالقطاع الخاص وتتبع هذه الأدوية. تسعير الأدوية قضية يناشدنا يعني الشعب العراقي والجمهور منذ فترات طويلة لا تتعلق بهذه الحكومة. تسعير الأدوية. الآن الحمد لله والشكر أكو هكذا برنامج في وزارة الصحة، بدينا الخطوات الأولى إليه، وإن شاء الله بدعم مجلس الوزراء، دعم الجهات الأخرى الرقابية، نقابة الصيادلة ووقوفها معنا، أيضا الجهات الأمنية اللي تنفذ عمليات التفتيش أيضا معنا على المخالفين. هذه المنظومة المتكاملة إن شاء الله راح تحقق بعون الله تعالى، وأيضا تعاون الجادين وموردي الأدوية وأصحاب المكاتب العلمية والمذاخر الذين يؤمنون بأن القطاع الخاص جزء من الدولة، هؤلاء تعاونهم أيضا وتوجه بالشكر لهم، طبعا بالتأكيد توجه بالشكر لهم لتعاونهم. أما القلة القليلة فهم في طريقهم إلى أن يلتزمون بالقوانين والأنظمة والقرارات الموضوعة في الفترة الأخيرة. معالي الوزير، بالحديث عن الأدوية بالنسبة وكيف سيسهم في تقليل التكاليف العلاجية بالنسبة للمريض العراقي؟ هذا واحد من المواضيع اللي فاتني أن أذكرها ضمن منجزات الحكومة. دولة رئيس وزراء مهتم جدا بالجانب الاقتصادي أيضا، ومن جملة الجانب الاقتصادي هو تعزيز الصناعة الوطنية، وأهم ما بالصناعة الوطنية هي الصناعة الدوائية. والصناعة الدوائية الوطنية هي تعزيز لمفهوم الأمن الدوائي. بدون صناعة وطنية دوائية لا يمكن تحقيق الأمن الدوائي في أي بلد. كل دول الجوار المحيطة بنا، يعني أتحدث عن السعودية، أتحدث عن الأردن، أتحدث عن سوريا، أتحدث عن إيران، عن تركيا، نسبة الصناعة الوطنية والتغطية للصناعة الدوائية سواء في قطاع الحكومة أو في القطاع الخاص تتجاوز 90 إلى 95%، إحنا تقريبا 15 إلى 18%. أحسنتي. فتوطين الصناعة الدوائية هو كان أحد البرامج، وإذا حضرتك متابعة أكيد المشاهدين المتابعين جملة من الاجتماعات برئاسة دولة رئيس وزراء، واتمخضت عن قرارات وتسهيلات لأول مرة. أيضا هذه التسهيلات لأول مرة تقدم في العراق. نتيجة هذه التسهيلات إحنا لدينا الآن 28 إجازة، وأعطينا موافقة مبدئية وإجازة مبدئية لإنشاء مصانع. 28 إجازة خلال 3 أشهر من إصدار حزمة التسهيلات أعتقد إنجاز كبير. صحيح عملية المصنع تأخذ 2 سنين إلى أن تكمل وأن ينتج المصنع، لكن خلال هذه الفترة القصيرة 28 انطينا
4 إجازات تأسيس اكتملت كل المتطلبات، وأنطينا 3 إجازات لافتتاح مصانع جديدة وعدة إجازات لافتتاح خطوط جديدة. أعتقد هذا البرنامج برنامج يعني مهم جدا لتحقيق الأمن الدوائي وأيضا لتطوير الواقع الصحي في العراق. إن شاء الله، جهود مباركة معالي الوزير. طبعا سؤال آخر، ما هي أهم المعوقات اللي تواجه عملكم معالي الوزير خلال هالفترة والفترة السابقة اللي واجهتها وزارة الصحة؟ بالتأكيد العمل الصحي هو عمل شاق، لأن أنت تتعامل مع 42 مليون مواطن، ولكل مواطن من هؤلاء المواطنين لديه مزاج الخاص، أكيد، وأيضا لديه قراءته الخاصة للصحة، صح، ولديه توقعاته الخاصة، وهذه التوقعات هي توقعات شخصية، لذلك تقييم الواقع الصحي هو تقييم شخصي. وأنطي مثال، اليوم كل الشعب العراقي يتفق على معيار واحد لقياس المنظومة الكهربائية، يفتح السويتش اكو كهرباء، صح، الكل اتفقوا، يفتح السويتش ماكو كهرباء الكل اتفقوا، معيار واضح جدا، ثابت. بالصحة لا يوجد هكذا معيار، صحيح، اطلاقا، المعايير شخصية. نعم. لذلك رضا المجتمع يتنامى مع تقديم الخدمات الصحية. يعني في مستشفى مثلا، خلينا نفترض الكاظمية، قبل التأهيل عدد المراجعين شكل، وبعد التأهيل عدد المراجعين شكل آخر. من تفتتح مستشفى جديد أو أقسام جديدة مثل شعب الدياليسيز، غسل الكلى في مستشفيات، أو تفتتح طوارئ، أو توفر أدوية، توفر فحوصات، أعداد المراجعين يزدادون، ومن يزدادون أعداد المراجعين ويا الأجهزة الحديثة متطلباتهم أيضا تزداد. فأهم شيء هو كيفية إرضاء المجتمع وقناعته، وهذه قضية يحتاج لها الكثير. ثانيا، لا يمكن النهوض بالواقع الصحي بدون موازنة كافية. احنا في هذه الموازنة من الوزارات المتميزة، لكن بصورة عامة ومقارنة بدول الجوار هو أقل من الطموح، وأقل من الطموح بكثير. لكن ضمن الموجود، ضمن موازنتنا وضمن الموارد المتاحة بالبلد، من الوزارات المتميزة جدا. الموازنة وحدها لا تكفي، هو عملية ترشيد الموازنة والإنفاق الصحيح. وأعطي مثل، احنا مثلا بعض عقود الأدوية، من نقارن عقد الدواء لنفس الشركة في هذه السنة وعقد الدواء لنفس الشركة في سنوات سابقة، نشوف خلال هاي السنة حصلنا على تخفيض قد يصل في بعض الأدوية 40%، بعضها 30%، بعضها 10%، بعضها 12%، وهكذا. نتيجة المفاوضات المستمرة مع هذه الشركات، أجزم أنه ما لا يقل عن 60-70 مليون دولار خلال هذه الفترة هو تخفيض في أسعار الأدوية، قد يكون المبلغ أكبر مقارنة بالسنة السابقة والسنة اللي قبلها. فأهم المعوقات هو أولاً التمويل، وثانياً ترشيد هذا التمويل وإنفاقه بالشكل الصحيح. النقطة الأخرى المهمة جداً هو كيفية التزام الكوادر الطبية والصحية والتمريضية وموظفينا بالدلائل العلمية والعمل العلمي. هذه أيضاً نلاقي بها صعوبة، نحتاج إلى تطويرهم، نحتاج إلى زيادة الرقابة، نحتاج إلى زيادة توعية موظفينا من أجل الالتزام بالجوانب العلمية. دكتور، الضمان الصحي موضوع كبير سيفتح آفاق للمواطن لتحسين جودة الخدمات المقدمة الطبية والصحية، كذلك سيقلل من كاهل المواطن بالنسبة للخدمات العلاجية المقدمة. يا ريت حضرتك تحدثنا عن هذا الموضوع. قانون الضمان الصحي اللي قانون 20 سنة 21 اللي شرع في عام 2021 لم يرى النور لغاية حكومة السيد محمد الشياع السوداني، وكان هناك عمل، لكنه هذا العمل كان عمل حقيقة بطيء. وأحد معوقات اللي واجهها هذا القانون هو الطعن المقدم في المحكمة الاتحادية. هذا الطعن الذي قدم في المحكمة الاتحادية خلى هيئة الضمان الصحي ووزارة الصحة، تحدث عن اللي قبلي، خلاهم يتأنون ينتظرون نتيجة الطعن، لأنه الطعن المقدم يغير القانون جوهريا. في حال حكمت المحكمة لصالح الطاعن يتغير القانون جوهريا، وإذا ما حكمت المحكمة فأنت تسير بالاتجاه القديم. المحكمة أسقطت بعض المواد القانونية، شو تطلب من عندنا؟ تطلب من عندنا الآن أنه نذهب ونسحب التعليمات اللي مقدميها إلى مجلس الدولة، ونقدم تعليمات جديدة بما يتلائم مع القانون الجديد، بعد أن تم الطعن بعدد من المواد وتم صدور قرار بات وملزم من المحكمة الاتحادية. هذه التعليمات لا تزال في مجلس الدولة. المتطلبات المطلوبة أنجزت تقريبا، باقي متطلب واحد العمل عليه جاري لحد هذه اللحظة، اليوم كنا في نقاش، اللي هو الشركات
التي سوف تدير هذا النظام إلكترونيا. هذا النظام لا يمكن إدارته ورقيا على الإطلاق، يدار ورقيا، لا يدار ورقيا، يدار إلكترونيا. نحن نعتقد في حال إكمال الشركات متطلباتها وإكمال الربط الإلكتروني مع مركز البيانات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك بمساعدة وزارة الاتصالات، احنا نكون جاهزين لتقديم الخدمات الصحية للمشمولين بالمرحلة الأولى، وهم 300 ألف مواطن من بغداد حصرا. ما مدى استعداد وزارة الصحة لتلبية مناشدات المواطنين؟ طبعا مناشدات المواطنين ليست قليلة، كثيرة، وتأتي من مختلف المصادر، مرة من مصادر الواتساب، مرة بشكل شخصي، مرة موقع الوزارة، مرة صفحات المعنية بالوزير، بعضها عن طريق منتسبين، بعضها عن طريق معارف. احنا كل مناشدة تجي نوجهها بالاتجاه الذي يجب أن تذهب إليه. قضايا المتعلقة بالعلاج المتوفر في العراق نحولهم إلى مؤسساتنا الصحية، ولدينا فريق لمتابعتهم بالحقيقة. يعني توصل مناشدة اليوم بها رقم تليفون، يتم الاتصال بالشخص المعني ويستفسر عن التفاصيل، وبالتالي يتم إجراء اللازم. مو بالضرورة كل المناشدات هي قابلة للاستجابة، يعني أكو بعض الأمراض المستعصية غير قابلة للشفاء، بعضها غير قابلة للعلاج. واجبنا أنه نلبي هذه المتطلبات ونؤدي واجبنا، لكنه النتيجة يحددها نوعية المرض. هذا أتحدث بما يتعلق بالأمراض. أيضا بعض الأدوية الغير متوفرة، إذا كانت متوفرة في الشركة العامة للأدوية فأيضا نطلب من المراجع أن يأتي إلى وزارة الصحة ويستلم هذه الأدوية. تبقى مناشدات الموظفين. مناشدات الموظفين وموظفي وزارة الصحة حكومة قانون، وهذه القوانين هي التي حقيقة تنظم عمل الموظفين وحقوقهم وواجباتهم. وبعض الأحيان بعض المناشدات، وتحدث مثلا على أصحاب الشهادات، الشهادات اللي مأخوذة بشكل غير رسمي بدون موافقة الوزارة، بدون عدم ممانعة الوزارة، في اختصاص مغاير لاختصاص الشخص، اختصاص الوظيفي مثلا هو باختصاص معين يذهب بشهادة أخرى. هذه الحقيقة من الناحية القانونية تواجه مصاعب، كثير من المواطنين يناشدون أنه احتسبون هذه الشهادة، لكنه الناحية القانونية يعني بشكل آخر. بعضهم راغبين بإكمال دراسات عليا، احنا عندنا أيضا احتياجنا للدراسات العليا، عندنا أيضا أعداد الموظفين ومقسمة هذه حسب شهاداتهم، بعضها لا، يعني لا نوافق على إعطاء عدم الممانعة لاعتبارات تتعلق بالوظيفة والواجبات. مناشدات الموظفين اللي يريد أقوله يحكمها قانون وتحكمها أنظمة وتعليمات، ممكن أن نساعد بالشكل اللي يرضي الموظف لكن ضمن هذه المنظومة. ما هي خطط وزارة الصحة بعد إقرار موازنة العامة؟ تنفيذ البرنامج الحكومي، نعم، ضمان الصحي، إدارة المستشفيات الحديثة اللي ما تحدثت عنها، تأهيل المستشفيات، بناء هذه ال 15 مستشفى، تعزيز الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمور الأخرى المتعلقة بعمل وزارة الصحة اليومي. مع الوزير، ما هي آخر مستجدات مرض الحمى النسفية في العراق؟ آخر مستجدات مرض الحمى النسفية، لا تزال إصابات بحدود 1200 إصابة، نعم، المؤكدة منها بحدود 450 إصابة تقريبا. نسبة الوفيات لا تتجاوز 15%، وهي نسبة عالمية مقبولة. مشكلة الحمى النسفية تتعلق بثلاث نقاط. الأولى هم مربي المواشي، نعم، والرعاة، و كيفية تعاملهم مع المواشي، وأيضا كيفية استعدادهم وتعاونهم مع دوائر البيطرة لغرض مكافحة حشرة القراد التي تنقل الفيروس إلى الحيوان، ومن ثم ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، ولا سامح الله بعض الأحيان من إنسان إلى إنسان. هذا العامل الأول. الثاني هو قيام وزارة الزراعة بواجباتها من خلال حملات الرش والمكافحة والتغطيس باستخدام المبيدات المؤثرة. والثالث هو الإعلام. الإعلام جدا مهم. احنا لاحظنا زيادة بالرغم من الحملات الإعلامية اللي قامت بها وزارة الصحة، لاحظنا زيادة بعد عيد الأضحى، وكنا نحذر في عيد الأضحى خلي يصير الجزر في محلات رسمية نظامية، قصابين وجهناهم، لكنه ارتفعت الإصابات دلالة على احنا الآن أيضا مقبلين على محرم، مقبلين على الأربعينية، أيضا هذه قضية مهمة. إن شاء الله خلال الأيام القادمة
مع محافظ كربلاء نتحدث بهذا الموضوع ونحاول أن نجد حل ونحاول أن نجد أماكن مخصصة لجزر المواشي من خلال موسم الزيارة إن شاء الله. متابعينا الكرام خلونا ناخذ تقرير حول الحمى النسفية ونرجع مع معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي. مرض حمى القرم الكونغو النسفية هو مرض فيروسي ذو منشأ حيواني له معدل وفيات عالي يصل إلى 40%. يتوطن هذا المرض في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وقد سجلت أول حالة في العراق عام 1979. يصيب المرض العديد من الحيوانات مثل المواشي والأغنام والماعز وكذلك بعض أنواع الطيور. ينتقل الفيروس إلى البشر عن طريق لدغة القراد المصاب أو من خلال التلامس المباشر مع دم الحيوانات المصابة أو إفرازات جسمها أثناء الذبح أو بعده مباشرة. وتظهر معظم الحالات بين العاملين في تربية المواشي مثل مزارعين وعمال المجازر وكذلك الأطباء البيطريين. وينتقل الفيروس من إنسان إلى آخر نتيجة التلامس المباشر مع دم الشخص المصاب أو إفرازات جسمه. تعتمد فترة حضانة المرض على طريقة الإصابة بالفيروس، حيث تتراوح بين يوم إلى 3 أيام عند الإصابة نتيجة لدغة القراد، وتتراوح بين 5 إلى 6 أيام عند الإصابة نتيجة ملامسة دم أو أنسجة ملوثة بالفيروس. تظهر أعراض المرض بشكل مفاجئ وصداع وآلام العضلات والغثيان والتقيؤ، تليها تقلبات مزاجية حادة وارتباك، ثم ظهور طفح جلدي ناتج عن النزف تحت الجلد مع نزف دموي من فتحات الجسم المختلفة. طرق الوقاية: الاهتمام بغسل اليدين بانتظام، استخدام المبيدات الحشرية للقضاء على القراد خصوصا في المناطق الريفية، استخدام معدات الوقاية الشخصية مثل القفازات والنظارات الواقية وكذلك البدلات الواقية عند التعامل مع الحيوانات بالخصوص أثناء القيام بالذبح، تجنب التماس مع الدم وسوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين أو الحيوانات المصابة، طبخ اللحوم جيدا والحذر من مخلفات إعدادها قبل الطبخ، تجنب المنتجات الحيوانية غير المعقمة مثل الألبان. مع تمنياتنا لكم بالصحة الدائمة. أهلا بكم متابعين الكرام مرة أخرى مع معالي وزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي. أهلا بك مرة أخرى معالي الوزير. معالي الوزير، موضوع المخدرات موضوع خطير يهم شبابنا العراقي خصوصا، ولاحظنا إتلاف أكبر كمية المخدرات خلال فترة سابقة، يا ريت تحدثنا عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا، الموضوع مهم حقيقة وأخذ صدى إعلامي كبير وأيضا صدى اجتماعي كبير، واللي نطلبه من الإعلام أيضا كذلك من منظمات المجتمع المدني ومن المؤثرين المجتمعيين، خطباء الجمعة وكافة الفئات المجتمعية والمدنية الفعالة، هو ليس فقط التحدث عن الظاهرة بل التوعية والتشجيع ومساعدة المدمنين وكذلك الوقاية والتحدث عن الاندماج الأسري ومراقبة الآباء لأبنائهم وجملة من الأمور. المخدرات هي ظاهرة عالمية موجودة في كل العالم، وعلى الإطلاق لا يوجد بلد ليس فيه مشكلة مخدرات على الإطلاق، لكن مشكلتنا بالعراق المشكلة متنامية يوم بعد يوم أنه تتنامى. طبعا أكو إحصائيات وحتى بعضها عن طريق مسؤولين هي إحصائيات غير صحيحة، من يتحدث 50% من شبابنا مدمن، هذا الحقيقة هذه إحصائيات غير دقيقة ويجب أن لا تطلق بهذه الطريقة. طبعا بالتأكيد أكو نسبة من المصابين بداء الإدمان، وهذه النسبة لا يمكن تحديدها بالدقة لأسباب كثيرة. الجانب المتعلق بالإدمان يضم جانبين رئيسيين، الأول هو المواد الداخلة إلى البلد والثاني المصابين. المواد الداخلة إلى البلد هي مسؤولية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية،
وأداء هذه الأجهزة، وتحدث بالتقارير من خلال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللي هي برئاسة وزير الصحة بمعلومات دقيقة، عملها دي صاعد بشكل مضطرد، وتم إتلاف كمية كبيرة من المخدرات، 6 أطنان تقريبا، والآن كمية كبيرة أيضا 10 أطنان في كركوك، وسوف نستحصل موافقات مجلس القضاء الأعلى أيضا على إتلافها خلال الفترة القادمة. هذا يدلل على عمل الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية والتحدي الكبير اللي يواجهوه. وطبعا بالتأكيد كنا نعرف أنه عدد غير قليل من الشهداء من منتسبي القوات الأمنية وبعض القضاة اللي أيضا ذهبوا ضحية، استشهدوا من أجل الواجب، استشهدوا من أجل الدفاع عن أبناء شعبنا، ومن خلال مجابهتهم لعصابات ومافيات المخدرات. الجانب الثاني اللي يتعلق بوزارة الصحة اللي هو التوعية والعلاج وإدماج المدمن في المجتمع. احنا يجب أن نميز بين المدمن كمريض والمدمن كمجرم. من يتعاطى هذه المواد هذا مرض، هذا يحتاج إلى علاج. من يتاجر بهذه المواد سواء كان تجارة فردية، تجارة جماعية، زراعة، تهريب، هذا مجرم. لا أتحدث عن هؤلاء، هؤلاء نطالب بتشديد العقوبات، وسوف نذهب بتعديل قانون المخدرات رقم 50 لعام 2017 لغرض تشديد العقوبات على هؤلاء، مع إعطاء فرصة أكبر للمدمنين ولضحايا الإدمان للعلاج من خلال مؤسساتنا الصحية. وفي آخر اجتماع قبل أسبوعين دولة رئيس الوزراء ترأس اجتماع بحضور وزير الداخلية وبحضوري أنا شخصيا وعدد من المعنيين بهذا الموضوع، ووجه دولة رئيس الوزراء ببناء 5 مراكز لمعالجة ضحايا الإدمان في 5 محافظات، وكل مركز يستقبل المراجعين من 3 محافظات، 15 محافظة. نعم. فكل 3 محافظات مركز، ورصدت الأموال اللازمة لهذه المراكز. هذا يتعلق بالعلاج. أيضا نحتاج حملات توعية، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، خطباء الجمعة، تواصل اجتماعي، قنوات الفضائية، فعاليات المجتمعية، منظمات المجتمع المدني. بدون تضافر المجتمع وتحرك المجتمع كوحدة واحدة متكاملة لا نستطيع تحجيم هذه الظاهرة. نعم. بالحديث عن المخدرات والمؤثرات العقلية، يا ريت حضرتك توضح لنا افتتاح المركز التأهيلي في القناة حول طبعاً من العلاج من الإدمان. نعم. من المنجزات التي تحققت خلال حكومة السيد السوداني هو افتتاح مركز القناة للتأهيل الاجتماعي والنفسي. وهذا المركز هو اقترح في وقت هذه الحكومة. نعم. وتم إنجازه خلال أقل من 2 شهر في وقت هذه الحكومة. نعم. المركز حاليا يستقبل المراجعين، ومن خلال إدخالهم لهذا المركز هناك برامج، وهذه البرامج هي تتعلق بالجانب العلاجي وعملية العلاج الطبي وتخليص هؤلاء المدمنين من أضرار المواد اللي يتعاطوها مع الفحص المستمر، لازم كل أسبوع نسوي لهم فحص. وبعد أن يتم الحقيقة إكمال هذه المرحلة تبدأ مراحل التأهيل النفسي والاجتماعي وإعادة دمجهم بالمجتمع كناس أصحاء وأسوياء وبعيدين عن مرض الإدمان. أيضا بعد أن يخرجوا، طبعا بالمناسبة هو العلاج لا يتعلق بهم فقط، أيضا عوائلهم كذلك، لأنه بعضها مشاكل مستقبلية قد تؤدي إلى عودة هذا المريض إلى تناول هذه المواد المخدرة. فأيضا المراجعات المستقبلية والمواعيد الدورية لهؤلاء المرضى لمراجعة هذا المركز. المركز من المراكز ببنيتها التحتية وبخدماتها الفندقية، ويعتبر من المراكز المتميزة بالشرق الأوسط، أيضا بخدماتها العلاجية. إن شاء الله المراكز 5 القادمة بعون الله اللي تصير بالمحافظات إن شاء الله تكون على نفس المستوى وتؤدي نفس الغرض بعون الله. معالي الوزير، يا ريت تحدثنا عن افتتاح اليوم لأول بيتسكان بالعراق بعد أن كان المريض العراقي يخرج خارج العراق لتشخيص المرض، الآن أصبح متاح بالعراق، يا ريت تحدثنا. لا، هو توضيح لحضرتك. نعم. هذا مو أول بيتسكان بالعراق. نعم، أول بيتسكان حكومي. نعم. نعم. البيتسكان موجود في القطاع الخاص. نعم. وموجود الآن تحت الإنشاء في بعض مستشفياتنا. نعم. في البصرة عندنا 2. نعم. بعدهم الآن تحت التنصيب، لكنه هذا أول بيتسكان بهذه التقنيات الحديثة.
وأول بيت سكان في مستشفى الأورام وهو مستشفى حكومي، وأول بيت سكان سوف يقدم خدمات مجانية للمواطنين. احنا عندنا بيت سكان في مدينة الطيب، وهذا البيت سكان بالتعاون بين مستثمر ومدينة الطيب، لكنه هذا البيت سكان الحالي هو بيت سكان حكومي 100% ومتطور جدا. وعندنا أيضا مشروع ومرصودة إلى أموال بالموازنة لغرض إنشاء مراكز تشخيصية للسرطان. حدثنا الرؤية من مراكز متعددة في كل محافظة إلى مراكز 5 في العراق كله، مو فقط الضم التشخيص الشعاعي بل التشخيص المختبري، إن شاء الله نعمل عليها خلال هذه السنة والسنوات القادمة إن شاء الله. مركز أمراض الدم وزرع نقي العظم، هذا أيضا أول مركز في العراق لزراعة نقي العظم، أيضا كان المرضى يخرجون خارج العراق لتلقي هذا العلاج، الآن أصبح متاحا. يا ريت مع الوزير حدثنا عن هذا المركز. أيضا هذا أحد الإنجازات المهمة جدا حكومة السيد محمد الشيع السوداني. هذا المشروع هو بدأ قبل حكومتنا، لكن تم الإسراع به والتعجيل به وتجهيزه في وقت حكومتنا. المشروع هو يضمن شقين، الشق الأول هو أمراض الدم ومعالجة المرضى المصابين بأمراض الدم، والثاني هو زراعة نخاء العظم وباللغة العربية الفصيحة نقي العظم. هذه العمليات كانت يعني صعب إجراءها داخل العراق، عملية أو عمليتين لا أكثر، وهي من متبرعين، اكو نقل نخاء او زرع نخاع العظم الذاتي من نفس الشخص، واكو من متبرع، هذا من متبرع. المفروض انه وبجهود اطبائنا واطباء هذا المركز متميزين، المفروض انه 250 عمليه سنويا يتم اجراها لزراعه نخاع العظم بالتعاون مع مؤسسه معنيه بهذا الاختصاص في تركيا. وان شاء الله الان ابتدى العمل بالمركز. مشكلة هذا المركز هو موازنة التشغيلية العالية جدا. أثناء الافتتاح تم عرض توضيحي عن المركز، وموازنة التشغيلية في حال أن يشتغل بالكامل تصل إلى 120 مليون دولار سنويا، يعني 150 مليار فقط لمركز واحد. لكنه هذا المركز يستحق، المواطنين المراجعين نتيجة صعوبة مرضهم، نتيجة أيضا غلاء الأدوية اللي يستخدموها، هذا المركز يستحق، وهم المراكز المتميزة، وأيضا هو أول مركز بهذه التكنولوجيا المتطورة وهذه التقنيات موجود في العراق. نعم، ونحن مقبلين مع الوزير على موسم محرم الحرام وزيارات المليونية، ما هي استعدادات وزارة الصحة لهذا الموسم؟ أنا أؤكد أن وزارة الصحة امتلكت الخبرة الكبيرة من خلال التعامل مع الحشود الكبيرة تحت عنوان ما يسمى بطب الحشود. احنا بالحقيقة سبقنا كثير من الدول باستخدام هذا المصطلح، لكنه من المعروف أن احنا حتى أكاديميين ومهنيين لا نوثق هذه يعني الفعاليات، وبالنتيجة أنه ظهر مصطلح طب الحشود من غيرنا، واحنا كنا أول الناس اللي تحدثوا عن تنظيم الحشود في الزيارات. وزارة الصحة تمتلك خبرة كبيرة، عندها تعاون أيضا مع كل مؤسسات الدولة الخدمية، يعني تنشر مفارز على طول الطريق. مستشفياتنا الحكومية مهيئة، كوادرنا الصحية مهيئة، كوادرنا الطبية والتمريضية كلها مهيئة. هذا الجانب اللي يتعلق بالعلاج وتقديم الخدمات. الجانب الآخر المهم هو الوقائي ووقاية الزوار، وخاصة نحن في فصل الصيف ومشكلة الإعياء الحراري والذي يسمى بضربة الشمس وتهيئة كافة المستلزمات. القضية المهمة اللي أكد عليها هي الحمى النسفية والمجازر المؤقتة التي يجب أن تفتتح الآن بالأخص في محافظة كربلاء وفي طرق الزوار في الزيارة الأربعينية، منع الجزر العشوائي، شهادة صحية للحيوانات. هذه قضايا جدا مهمة، لأنه زيارة يعني ما لا يقل عن عشرات الملايين يؤمون البلد، لذلك يجب أن نهتم بهذا الموضوع. تركيزنا راح يكون على هذه الخدمة تركيز خاص اللي هي الوقاية من الحمى النسفية. كلمة أخيرة يوجهها معالي الوزير للمشاهدين الكرام. أنا أوجه إلى أبناء شعبنا العراقي أن وزارة الصحة في خدمتكم، وابتداء من الوزير وانتهاء بأي موظف موجود بهذه الوزارة. بالتأكيد الوزارة تعتمد على العناصر البشرية، وهذه العناصر البشرية قد تخطأ بالتعامل، لكن هم أبناء بلدكم وأخوانكم وأبناء عشائركم وعوائلكم، التعامل معهم يجب أن يكون تعامل لطيف، ويجب أن نقدر أيضا تعب هؤلاء الشباب والشابات الذين يعملون في مؤسساتنا الحكومية. احنا نشوف اعتداءات تصير وخاصة في ردهات الطوارئ، احنا نقدر كل إنسان يخسر عزيز، من حقه أن ينفعل، من حقه أن
يتأثر، لكن يجب أن لا يؤدي هذا التأثر والانفعال إلى ضرر يلحق بمؤسساتنا الحكومية، بأجهزتنا، بأطبائنا، بطبيباتنا. إحنا حتى عندنا طبيبات تعرضوا إلى اعتداءات، وهذه قضية غير مقبولة في مجتمعنا أنه يتم اعتداء على امرأة طبيبة تؤدي واجبها بالمستشفيات. أيضا بالمقابل أتحدث مع كوادرنا الصحية أنه المراجعين هم أبناء بلدنا وأخواننا وأبناء عشائرنا وأصدقائنا ومعارفنا، أيضا بالرغم من تعبنا وسهر الليالي وغيره يجب أن يكون تعاملنا معهم بمستوى يليق بهم كمواطنين لهذا البلد. احنا سواء كنا موظفين في وزارة الصحة، سواء كنا متلقي خدمة، احنا كنا ابناء بلد واحد، ويجب ان نتعاون حتى نستطيع ان يخدم احدنا الاخر، وان شاء الله وزارة الصحة تكون من اوائل الوزارات اللي في خدمة ابناء شعبنا. طبعا نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الصحة على حضوره اليوم، وان شاء الله نتمنى ان نلتقيكم في حلقات قادمة. شكرا جزيلا معالي الوزير. متابعينا الكرام، في ختام حلقتنا تقبلوا تحياتي أنا الدكتورة نور محمد علي وتحيات كادر البرنامج. نلتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.